نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرا يعرض كثيرا من جوانب الوضع الليبي المتأزم في ظل التدخلات التركية المباشرة تحت عنوان أردوغان في ليبيا رجل بلا رؤية. المجلة بدأت تقريرها منذ عام 2019 حين التقى أردوغان مجموعة من أنصاره في لندن، وقال حينها يمكن لتركيا أن تطلق أي عملية لحماية أمنها القومي من دون الحصول على إذن من أي أحد كان، وعلى خلاف المبدأ النظري الذي اعتمدته السياسة التركية صفر مشاكل، بدأت تركيا في إنتاج المزيد من المشاكل، كل ذلك بحسب المعايير التي حددها حزب العدالة والتنمية الإخواني الإرهابي. التقرير أوضح أن أنقرة بعد أن كانت تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع جيرانها أفسدت كل ذلك، وعمدت بشكل متزايد إلى عسكرة نهجها تجاه المنطقة، بالإضافة إلى عدوانيتها طويلة المدى فيما يتعلق بالسياسات في بحر إيجا وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما أثار غضب كل من الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، لكن رد كل منهم لم يكن ليوقف تحركات أنقرة ولا خططها، حيث اختارت تركيا ليبيا مكانا لاختبار سياساتها الجديدة، حيث رسمت مع حكومة السراج ما أسمته فورين بوليسي خطوطا بحرية تعسفية لا علاقة لها بالقانون البحري الدولي، لتطور تدخلها الذي يبعد 1200 ميل عن أنقرة. ومع ذلك قال التقرير أنه من الصعب تصور أن تتحول طرابلس إلى تابع دائم لأنقرة ينفذ استراتيجية أنقرة وسياساتها الخارجية وإجراءاتها الأمنية، وأنه بالمقارنة بين الساحتين الليبية والسورية وحتى العراقية يبدو مأزق أردوغان واضحا، وأنه يتخبط في ليبيا من دون رؤية كافية، فيبدو أردوغان من دون استراتيجية واضحة ولا رؤية عملية، لأن مشروعه مشروع انفعالي قائم على ردود الأفعال والأطماع التوسعية، ولاحقا سوف يجد نظام أردوغان نفسه مكشوفا ومرهقا لا يعلم كيف يخرج من الدوامة التي تستنزف نظامه. وأضاف التقرير أن الأتراك لن يكونوا إلا سببا في إنتاج دولة فاشلة. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.